حب بلادي ماله بديل، ثابت صافي وأصيل. حب بلادي مش تمثيل، موروث من جيل لجيل. فايز بن عبد الحفيظ من الجزائر العاصمة. حبيبي واجد بإذن الله، راني باغي تهرس لي لاصق إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. نتكل عليك جوار متين حبيبي. كيسموك؟ فايز. مين راك جاينا؟ نقدر نقولوا توغورت الولايه، يعني لوريجي تاعي توغورت، مي هنايا العاصمه القبة. ما جو فو كتو سوا افيك نو. مرحبا بك. الله يحفظك. شعلت العيون. شهلت العيون عقلي بيك قال جناح الطاير ودي مكتوبي لزين الزين، وعلي وبقاع السواحل طاير وطويلي الميال بالجنحين. بالمارة والبشارة واختف مجنانها نوارة، تجن السم بريحة الجزائر ما بين 14 والعشرين. فوق بساط حسين يغني اغريسيف لا نسوان والرجال ما يغنيش هاك بصح وانت عذرا جارة بتير بتير الغام نسوان والرجال يسهروا في جالها الاثنين وكي جابوها طلعوها فوق الريسان حاطوها الجزائر ما بين 14 والعشرين ويا قمري زرق الجناح الطاير ودي مكتوبي الزين وعلي وبقاع السواحل طاير وطويلي الميل بالجنحين ويا قمري زرق الجناح الطاير ودي مكتوبي الزين الزين وعلي وبقاع السواحل طاير ودي لي الميل بالجنحين جيب المارة والإشارة واختف مجنان ريحة الجزائر ما بين 14 والعشرين
شكرا لفايز، وتحية كبيرة لهذا الوطن الحبيب وهذه الأرض الطاهرة الجزائر. والآن أكيد لازم نعرفوا رأي لجنة التحكيم في فايز، ورايحين نبدأ بالشاب بلال. يعطيك الصحة على هذا المجهود اللي درته، مي بصح بزاف. أنا ليا أنا كنت تغني أغريسيف بزاف، كنت تغوت كما يقولوا، كنت تزقي، ومانيش عارف بالك ما كنتش تسمع روحك مليح، ولا بالك ما سمعتكش في اغنيه واحده اخرى. مي انا ليا راك باين بلي درت مجهود، راك باين بلي خدمت. كنت موايان مو زعما هاك وهاك زعما، لو كان ندير النقاط انا كنت شوف انا اديتك 20 باسكو على بالي بلي خدمت وبلي زعما تستاهل، زعما مينيموم تستاهل 20. هي كانت شويه، كنت مانيش عارف، كنت تبالغ في ال كنت تعيط بزاف، كنت الاغنيه ولات اغريسيف ولات. يمكن هذا حماس البرايم الاول. يمكن. اذا راديه منال ايضا اعطت نفس النقطه مثل بلال. شخصيا انا ما نحبش الصوت كيكون قوي بزاف، كاين في بعض الاحيان تقدري توصلي رساله غير بشويه احساس، وما لازم لهاش قوه كبيره. وحتى أنه الأغنية تتغنى على الوطن الحبيب يعني حب وحنان، يعني نعطيت علامة 20، وإن شاء الله ماذا بيه يزيد يخدم أكثر على صوته وأنه يتحكم في الصوت تاعه. شكرا راديا. بعزيز أنت أعطيت أكبر علامة. أعطيت له أكبر علامة بس أعطى مجهود كبير وحاجة صعبة كبيرة، شغل تغاضنيش فيها، شغل vraiment il m'a touché parce que il voulait vraiment réussir. Je veux pas nankoun kima qoulou sabab ana nthiq fih inchallah balak c'est un manque de travail ma khdemt ou la ma kanch hadar bsa nthiq fih ala bali ando inchallah yethassen w ydir haja mliha habit yrah bel ijabi maaya w inchallah ya rabbi wafqo hadi hiya mach habit nqoul hada inchallah. Eden Faiz khda nqta yani w alama kanat 40%. ياسمين عماري انت اليوم ما تقدريش انك تنقطي ولا يعني تقيمي الفريق ديالك، ولكن يعني هكذا في كلمه او اثنين قولي لنا واش رايك في فايز وفي جلالي. جلالي كان خدع علامه 80%. يعني انا جلالي من يطلع سوغ سان ميم سي كاين بزاف اللي ما يحبوش هذوك لي فوا وكاع، انا ديجا سوغ سان انا نطلق ثاني روحي ودي فوا ننسى روحي وسان ديفو يفو سافوا يتمعني علينا انا وياك اللي ما يحبوش يفو سافوا ميتريزي سي فري. انا ثاني نهار اللي درت فويس قالوا لي تزقي بزاف وتعيطي بزاف كيما فايز راهم يقولوا له اليوم، مي يفو بروندغ سا اون كونسيديراسيون. شغل يفو نشجعوا انسان كيما فايز يحتاج تشجيع. شكرا ياسمين.